معلومة لأول مرة قد تكون تسمعها في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، يا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وحنتكلم عن العقل أو النباتات اللي بنحطها في الماء. ليش بيتصاب بالتعفن؟ لأنه بيجوا يا أستاذ نباتاتنا أو عقلنا بنحطها في الماء فبتعفن. فأعطيك الأسباب اللي هي بتخليها تعفن. وما شاء الله تبارك الله وذكر الله واجب، هذه هي اللي سموها العقل أو النباتات اللي بتجذر في الماء. شايفين كيف؟ طيب، السبب الأول درجة البرودة. إذا كانت هي موجودة في غرفة باردة، طيب هنا هتبدأ تسبب لك التعفن إذا الماء صار بارد اللي هي موجودة فيه. السبب الثاني، إذا كانت عقلتك يا أخي الكريم ما بتغير لها الماء كل يومين أو ثلاث أيام، هنا هيسبب لك تعفن، لأنه الماء اللي أنت بتحط له هو كل يومين أو ثلاث أيام سبحان الله مذاب في الهواء أو الأكسجين، فبتستفيد منه جذور النبات فيبدأ يجذر معك. النقطة الثالثة المهمة اللي قبل كده سجلت لها فيديو خصيصا في عدم توفر الضوء الكافي للنبات يا أخي الكريم، ما راح تجذر معاك النباتات بهذه الطريقة وتصير جذورها كثيفة ونظيفة. طيب نرجع نستعيد كده ثلاث النقاط معانا. إذا كان الماء بارد، قلة الضوء، عدم تغيير الماء، هذا اللي حيسبب لك التعفن لجذورك أو عقلك أو نباتاتك اللي موجودة عندك. ولا تنسونا من الدعاء أولا، من الدعم ثانيا اللي تعبني في حياتي، ومن السكسكرايب والشغل هذا والمواضيع دي الحلوة اللي زيكم. وهذا الموضوع سجلت عليه فيديو لأنه بيسألوني البعض، طيب أستاذ متى ننقلها إلى التربة؟ فإذا كانت خبرتك بسيطة وضعيفة يا أخي الكريم، أنصحك نقل عقلك إذا أصبحت جذورها كثيفة بهذه الطريقة. لكن إذا كانت خبرتك بسيطة وجذور نباتك بهذه الطريقة، وما أنصحك أنك أنت تنقلها، أو كانت بهذه الطريقة تقريبا كده جذور خفيفة، أنا لا أنصحك بنقلها إلا إذا أصبحت بهذه الطريقة الكثيفة.